يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تهاون بعض الناس في الرشوة، يقول تهاون الناس في الرشوة بعدما أفتى بعض طلبة العلم بجواز دفعها عند عدم التمكن من أخذ الحق إلا بذلك، فما توجيهكم وفقكم الله في هذه المسألة؟ التوجيه أن نأخذ بالحديث، لعن الله الراشي والمرتشي، نأخذ بالحديث ونقول الرشوة حرام ولا يجوز فعلها بحال من الأحوال، هذا الذي نقول. وإن كان بعض العلماء قال إذا لم تتمكن من حقك إلا بها، هذا مخالف للدليل. الرسول لعن الراشي والمرتشي، كيف نستثني ونقول تجوز الرشوة في بعض الأحوال؟ نعم.